ياسين في هذه الحاله. السميره اتصلت بيا. اها وعلاش قبلت انك تنتج السميره؟ وعلاش ما نقولش؟ انا نظن مور الكليب تاع سهيله كاين بزاف فنانين عيطولك. لا انا نقول علاش قبلت انك تنتج بما انه احنا عرفنا بلي عندك انتاجات واحد اخرى راك توجد فيها. السميره يعني هل لانك انت تقبل الكليبات على اساس الاغنيه، كي تعجبك الاغنيه يكون عندك تقدر تعمل بها سيناريو، في بعض الاحيان كاين هناك اغاني ما نقدرش ندير لها كليب. وي دونك هي شافي فيها مجموعه من الاجوبه. هي كي اتصلت بها سميره بروميامون الاغنيه، تسمع الاغنيه، الاغنيه كاين اغاني كما قلتي ماشي موجهه انها تتكليبا اصلا. وحتى اذا تتكليبا كل مخرج وعنده لالين تاعو، فهمتيني؟ كاين اغاني شابين مي ماشي ستيل تاعي، ما نقدرش نعطي لهم هذيك اللمسه تاعي نحطها فيها. مي بعد ما اتصلت بيا سمعت الاغنيه حبيت الاغنيه، وهي اقترحت عليها لو كونسيبت اللي انا حبيته ويتو وافقت. دونك كان العمل بيناتنا. وشنو كانت الخطوه شويه بين الكليب تاع سهيله والكليب تاع سميره؟ كاين شهرين. علاش شهرين؟ على خاطرش كانت الخطوه لازم تكون مدروسه قبل ما واحد يخطي الخطوه اللي موراها. هذا هو سؤالي اللي كان نجاح كليب تاع سهيله، انك كنت حتراهن بنجاح كبير على انك ما كنتش بالك تضمن نجاح. لانه باش احنا ماناش في باش نقارنوا، لكن في بعض الاحيان الفكره هي اللي تخلي الاغنيه عندها صدى في الكليب. دونك انت هل الفكره انت شكون اللي دار السيناريو باش خممت انك تروح تنتج الكليب بهذه الطريقه مع سميره؟ هي اكيد بعد ما نسمع الاغنيه انا يكون عندي ايماجيناسيون باش نترجموا الصوت الى صوره. فهمتيني؟ نديروا جلسه عمل نقعدوا قال فوالا انا سمعت الاغنيه تاعك، انا ايماجينيت هكا وايماجينيت هكا والكونسيبت هذا ايتو، اسكو موافقه؟ اي موافقه، وهذه حبيتها هذه زيدها هذه، يكون كاين توافق بيناتنا. لكن مصدر الفكره اكيد المخرج، لانه هو اللي ليماجيناسيون تاعو، فهمتيني؟ مي يكون كاين لازم يكون توافق بين المخرج والمغني، باسكو المغنيه هي اللي حتظهر في الكليب، لازم حاجه تعجبها. ويا سميرة عندها ذوق شباب، فهمتيني؟ عندها ايضا نظن كسبت الرهان، لانه بالك خرجت سميرة لوغانيز من الصوره اللي كنا نشوفوها، قدرت تقدمها بصوره اكثر احترافيه. والحاجه المليحه انا لاحظت انه اليوم كاين بزاف فنانين الراي اللي يحبوا يخرجوا من الصوره النمطيه اللي عندنا على الراي، يقدموا راي نظيف. وش رايك عبد الوهاب؟ وعلاش انت جامي شفناك تغني راي؟ اولا انا يعني من جو سوي دو فورماسيون كلاسيك، ما قريتش، انا في الاندلس تربيت في الاندلس وفي الشعبي وفي العاصمي. ويقول لك الشيء اللي ماهو ليك يعييك، يعني انه الناس تعرفني بصوره، هذا ما يمنعنيش انه نغني الاغنيه العاطفيه ولا الاغنيه الراياويه السنتيمونتال. بصح كان كفنان عرفتني في تخصص يعني معين، ما تجرأتش نغني اغنيه الراي ولا اليوم. عبد الوهاب حبينا ولا كرهنا، الراي هو اللي عنده جماهيريه ولو بوبليك الجزائري يحب الراي. على بها بالك ولينا نشوفوا بزاف فنانين كانوا يغنوا طبوع واحد اخرين، اليوم ولاو يغنوا الراي. بصح النجاح تاع الفنان ماشي انه يروح للسهوله انك باسكو الراي راه يمشي نغني الراي. نو انا يا شخصيتي الفنيه تقعد هي الناس تحبك. جو بريفير نكون عندي جمهور اللي يحبني واش راني ندير ويشجعني ونكتفي بذلك، مع انه جو سوي كلكان دو تري امبيسيو وعندي طموحات كبيره. كو نروح للسهوله نغني باسكو الصوت كاين، ماشي باش نقدر نغني اي اغنيه راياويه عاطفيه وندير فيها كليب مع الاخ ياسين ونديروا البوز، ولكن ماشي صح هذاك نكذب على روحي ونكذب على الجمهور. واش رايك في الراي اللي راهو يتقدم؟ انا راني انا سانسامون يعني رايي الشخصي انا جو سوي تري كونتون، يعني متفائل باسكو الاغنيه الراياويه بدات تنض تاخذ منحنى جديد، تنقى كما نقول، تنقى اكثر، رقي اكثر. الاغنيه كنا نشوفوها كنا نسمعوها ومالوغوزمون كانت تروح لواحد الطابع اللي نقصت فيه الاخلاقيات ونقصت فيه الرقي. ودوك مع العصرانه هذه نشوفوا بلي اغاني كادر جابوني اغانيها راقيه وجميله وارونجمون ونظيفه، مع الصوره زادت لها جماليه اكثر ووصلت اكثر للمشاهد الجزائري والعربي كذلك. دونك يعني تفاؤل، نشكركم انتم اللي راكم تخدموا في